يعني لو كتب لكل هجمة بحرينية منظمة وخطيرة على مستوى المباراة بتسجيلها، أتصور بأن البحرين حتى الآن تتقدم بخمسة أهداف. عموما كرة اللعب في مكان خطير، جول 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 جول، هدف ثاني من نفس اللاعب إسماعيل عبد اللطيف، ولكن في الدقيقة 40 لتسعد الجماهير البحرينية في المباراة ولتضع البحرين الآن حقيقة في موقف جميل ورائع جدا في المباراة. ونعم كرة القدم في البحرين، والسيد ميلان ماتشانا وإسماعيل عبد اللطيف، والتهيئة الجميلة جدا من سلمان، والكرة اللي في المرمى بكل ارتياحية بكل فنية بكل إعطاءات فنية، الكرة اللي أتت عن طريق حسين سلمان وكمل عليها إسماعيل عبد اللطيف المرمى، وبالتالي إسماعيل عبد اللطيف والهدف رقم 2.